ابو عشق الوعد الوعد الشتاء ابو عشق الوعد الوعد الشتاء ابو عشق ماذا حدث وماذا جرى في الثلاثة الأيام الماضية؟ إنما حضر هذا الفارس النعتيت فارس الاستوديو الحاصل على المركز الأول بسام بن عشق العصيمي أبو عيون خضر، وإنه أثبت جدارته في هذا البرنامج وحصل على المركز الأول في برنامج الاستوديو، وحضر هذا اليوم في طبع حبك بقلبي ولا أيام ما تمحي هذا هجرك يحاول يموجه ولا مجا طبع حبك عوايد يا ابو محمد حيوه هذا البنايد هدية. هدية يا رجال باقي لك ربع عنده خدت البسكوت ده بتسكتني فيه لكن الله يعطيك العافية يا ابو محمد ما قصرت يعني شعره من جلد الخنزير فايدة الله يسعدك عوايد يا ابو محمد يا الربع كل واحد وله طقوسه في الخط في ناس تحب تسمع شيلات اغاني في ناس لا بدون شيء في ناس تستكن مع الخط في ناس تحب تسولف واجد مع الخط ناس تحب تسولف 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 واجد كذا اذنك تتعب فيعني وش الافضل انتم وش تشوفون الافضل في الخط انك مثلا تستكن تشمع لك شيء وإذا ما تبي تشمع عادي يعني المفروض ما تشمع يعني تشمون خذ راحتك يا الربع كل واحد وله طقوسه في الخط في ناس تحب تسمع شيلات أغاني في ناس لا بدون شيء في ناس تستكن مع الخط في ناس تحب تسولف واجد مع الخط ناس تحب تسولف 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 واجد كذا إذنك تتعب فيعني
وش الافضل انتم وش تشوفون الافضل في الخط؟ انك مثلا تستكن تشمع لك شيء، واذا ما تبي تشمع عادي يعني المفروض ما تشمع يعني. هذا ما يستحي على وجهه، هذا عيب، هذا ما يستحي على وجهه، واللي ما يستحي على وجهه يسكر بوجهه. هذا ما تبون صراحة كنت أشك، أنا كنت أشك إنكم شماتين، لكن تأكدت بعد إذا أخوي قحطاني عادي عادي تصير عادي. المهم وانتو قحاطين الظفر والمرجلة، فدعاتكم دايم تجي مستعجلة، حاضر بحاضر ما تجيك مأجلة، مال الحمول الا ظهور جمالها. وانتو يقول خدرة الشاهية وإلى من خدرة يا أبو عطية، قرب الغوري ولا نبغي معه سكرة.